السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بخير. إن شاء الله هنستكمل محاضرات مادة تصميم منشآت الري الجزء الثاني لطلبة سنة رابعة مدني كلية الهندسة جامعة اسكندرية. اسمي أحمد عبد الرازق، أستاذ مساعد قسم هندسة الري والهيدروليكس. زي ما عرفنا خلال السمستر إن المنهج بتاعنا عبارة عن 3 أجزاء أو 3 منشآت كبار. المنشأ الأولاني هو القناطر، المنشأ الثاني هو الأهوسة، فإحنا بإذن الله هنبدأ المنشأ الثالث الأخير اللي هو السدود أو الدامز. زي ما اتعلمنا السنة اللي فاتت لما درسنا الجزء الأولاني من المادة دي اللي هو Design of Irrigation Structure 1 سنة ثالثة مدني، إن إحنا محتاجين لجايد أو لريفرنس نرجع ليه. فالجايد والريفرنس بتاعنا هو المواصفات، لو أنتوا فاكرين يعني. فالريفرنس بتاعنا هو الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري. برضك إحنا السنة اللي فاتت اتعرفنا وعرف شوية معلومات عنه، وعرفنا إن الكود المصري للموارد المائية وعمل الري بيقع في 7 مجلدات، مش هنخش في التفاصيل بتاعتهم زي السنة اللي فاتت، لكن اللي يهمنا هو المجلد الثالث والرابع اللي هو بيتكلم على المنشآت المدنية للري والصرف. من ضمن الأبواب بتاعة المجلد الثالث في باب عن القناطر والبوابات، وده إحنا درسناه أول منشأ السنة دي. وفي باب عن الأهوسة الملاحية اللوكس برضه خلصناه. وفي باب اللي هو الباب السادس بيتكلم عن السدود، وهو موضوع الجزء الأخير من المنهج بتاعه. فإن شاء الله في خلال المحاضرات اللي جاية النهاردة والمحاضرات اللي جاية هنحاول نغطي أكبر كمية أو نتعرف على أكبر معلومات عن السدود وأنواعها وطريقة ديزاين بعض الأنواع هنختارها مع بعض. المحاضرة بتاعت النهاردة هي introduction، مقدمة هنتعرف فيها على معلومات كتيرة قوي عن السدود وأنواعها. ف الأوتلاين بتاعت المحاضرة النهاردة أو النقاط اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض، هنتعرف يعني ايه دامز، يعني اسمه دام ده يعني ايه المينينج بتاعه، what are dams، الكلاسيفيكيشن بتاعت الدامز، تصنيفات الدامز وانواعها المختلفه، الفيزيكال فاكتورز الجافرنينج سيلكتنج دامز، ايه العوامل اللي بتحكم اختيار نوع الدام اللي انا هنفذه، المكان اللي انا هعوز اعمل فيه دامز. وبرضك عاوزين نتعرف على ازاي اعمل سيلكشن للدام سايت، ازاي اختار الموقع اللي انا هعمل فيه الدام بتاعي. تعال نبدأ المحاضرة بسؤال، ايه هو الدام؟ الدام هو منشأ هيدروليكي ستراكشر، دام ستراكشر بيتم بنائه على ريفر او على ستريم عشان يحجز ميه. ستراكشر بيلد اكروس ستريم اور ريفر تو ريتين ووتر عشان يحجز ميه. لو نخش بقى ديتيلز او تفصيل اكتر، الدام اللي هو السد هو عباره عن هيدروليك ستراكشر، منشأ هيدروليكي غالبا بيتكون من ماده، الماده دي بتكون امبيرفيوس. امبيرفيوس يعني ايه؟ غير منفذه، فيرلي امبيرفيوس لاير بيلت اكروس، بيتم بنائه في على ريفر اكروس ريفر عشان احجز ميه عن طريق ان انا اكون ريزرفوار او خزان خلف السد دوت في ناحيه الابستريم. يبقى انا عاوز اعمل كرييتنج لريزرفوار، الريزرفوار ده موجود في الابستريم سايد عشان احجز ميه، والميه ديت استخدمها في اغراض متعدده او اغراض كتيره. ممكن نعرف الدام بردك على انه هو بارير، بارير يعني حاجز، حاجز constructed across a river تم بناؤه على كروس سيكشن بتاع الريفر او على اي ناتشرال ستريم عشان احجز زي ما قلنا
او اكون ريزرفوار خزان زي بحيره السد العالي او بحيره ناصر، ما هي تعتبر خزان خلف السد او الحاجز اللي انا عملته اللي هو اسمه السد العالي او الهاي اسوان دام. الميه بقى اللي انا حجزتها وراها دي ابدا استغلها واحده واحده في اي غرض من الاعراض بتاعي. يبقى in general كده الدامز أو السدود هي عبارة عن منشآت هيدروليكية. المنشآت دي طبعا مهمة لأن ده أكبر منشأ هيدروليكي أنت هتتعرض له. منشآت هيدروليكية مهمة بيتم إنشائها على المجاري المائية الطبيعية زي الأنهار أو ما بين الوديان العميقة. لو عندي وادي زي ما هنشوف كمان شوية في الأنواع بتاعت الدامز، ممكن أعمل دام في وادي معين عشان غرض معين هنعرفه كمان شوية. الغرض يا إما تخزين المية، سواء بقى التخزين ده هو تخزين دائم مستدام زي بحيرة ناصر اللي عندنا في مصر، أو تخزين موسمي اللي أنا أخزن مية زي مية السيول أخزنها وأبدأ أستغلها بقى للأغراض المختلفة زي الزراعة والشرب وهكذا. أوكي، فده الديفينيشن بتاع المنشأ بتاعنا اللي هو السد. من الديفينيشن عرفنا بعض استخدامات السد. فمن ضمن الاستخدامات بتاعت إنشاء السدود هو اللي أنا عاوز أتحكم في المية أو أوفر مية للزراعة، أوفر مية عشان أولد بيها طاقة كهربائية هيدرو باور، أوفر مياه عشان أعمل ووتر سبلاي للمجتمعات بتاعتي المدن والمحافظات بتاعتي على مدار السنة، ما يحصلش تأثر في فترة معينة من الفترات زي ما كان بيحصل زمان في الفيضان، فترة في اسمها فترة الفيضان وفترة الجفاف. لا، أنا بعمل منشأ اسمه السد يحجز مياه وأعمل ريجوليشن أو أعمل تنظيم للمياه على مدار السنة بالكامل. أعمل فلات كنترول، التحكم في الفيضان. دي كانت مشكلة من المشاكل اللي بتعرض لها مصر قبل بناء السد العالي. احنا عندنا في موسم فيضان فبيجي ممكن يدمر بعض الأماكن زي ما حصل في بعض الدول الفترة اللي فاتت، يعني زي ما الناس اللي متابعة في السودان السنة اللي فاتت أو السنة دي اللي احنا فيها ديت، حصل فيضان كبير لنهر النيل وأثر على معظم المدن الموجودة على ضفاف نهر النيل في دولة السودان. في بعض الدامز بتتعمل للفيشنج والريكرييشن اللي هو عشان بس اصطاد واعمل ريكرييشن، يحصل استرخاء للناس، يبقى اعمل زي مصايف وبعض الاماكن الناس تاخد فيها اجازات. فمن ضمن برضك اغراض او استخدامات السدود اللي انا اعمل مناطق للفيشنج والريكرييشن الاسترخاء الناس تستمتع فيها. السدود ممكن تتعمل عشان تغطي نوع من انواع البيربوس ديت او تكون يتم انشائها عشان غرض واحد من الاغراض ديت، او ان هي يكون الغرض من انشائها كذا بيربوس او كذا غرض. يعني ممكن تكون للووتر سبلاي والفلاد كنترول، هيدرو باور والاريجيشن والووتر سبلاي. فممكن تكون لغرض واحد او عده اغراض. ففي الحاله دي ممكن نقسم السدود على انها ممكن تكون سنجل بيربوس دام او مالتي بيربوس دام. سنجل بيربوس دام يعني سد ليه وظيفة واحدة او ليه هدف واحد، اي واحد من دول. والمالتي بيربوس دام ان هو بيجمع ما بين اتنين او تلاتة او اربعة يوزز او بيربوس، زي مثلا الهيدرو باور والفلاد كنترول او الهيدرو باور والاريجيشن وهكذا. اوكي، برضك نقدر نقول من الدامز يوزز او الاستخدامات بتاعت السدود ان انا ممكن استخدم زي ما قلنا الستورج التخزين او الباور جنريشن، ممكن استخدمه في الريتشارج في الشحن. يعني ايه شحن؟ اللي هو تخزين المياه السطحية في باطن الارض. وده بيتم عندنا في مصر في بعض الاماكن زي مثلا سينا بتتعرض لبعض في بعض الأحيان لحاجة اسمها الفلاش فلاد أو السيول. فعشان أحمي بعض الأماكن زي مدينة العريش بنعمل زي
سد. السد دوت بيتحط على الوادي اللي بيجمع المية فيه، فالسد ده بيحجز المية لما يحصل سيل، فالمية ديت بتكون محجوزة خلف السد. فمع مرور الوقت المية ديت بيحصل لها ريتشارج، تبدأ تتسرب لباطن الأرض، لأن السويل هناك بيرمبل منفذة، تبدأ تتسرب وتوصل لحاجة اسمها الجراوند ووتر أو الخزان الجوفي، والناس اللي هناك تبدأ تحفر بقى آبار وتاخد المية دي تستغلها في الأغراض بتاعتها على مدار السنة، في الزراعة بقى والشرب والحياة اليومية بتاعتها. تعالى نتعرف على البارتس أو الأجزاء أو الترمينولوجيز بتاعت الدام، مصطلحات اللي احنا هنستخدمها في الديزاين أو تصميم السدود بتاعتنا. فده شكل مبسط جدا للدامز، ده البادي بتاعه الجسم بتاعه، وده ناحية الأبستريم وده ناحية الداونستريم، وطبعا بيحجز المية ناحية الأبستريم، فبيكون منسوب المية هنا عالي وهنا منسوب منخفض أو مفيش مية حسب الاستخدامات بتاعت السد إيه هي. ففي شوية مصطلحات محتاجين نعرفها عشان بعد كده إن شاء الله في الديزاين هنحتاجها. فمن ضمن المصطلحات دي أول حاجة هو الكريست. الكريست هي القمة بتاعة السد، التوب بتاع الدام. في بعض الأحيان بنستخدم الكريست دي وأستغلها إن أنا أعمل فوقيها طريق، الطريق دوت ممكن يكون رود واي، طريق عربيات، ممكن يكون ووك واي، طريق الناس بس تمشي عليه أو تستجم أو تروح تتفسح هناك. في بعض الدول عندهم سدود كتيرة جدا ومفتوحة للبابليك، ممسوحة للناس، الناس تبدأ تروح هناك تعمل زيارات، تتفرج للسدود وتقعد تتمشى فوق على الكريست ديت وتتفرج على الطبيعة الجميلة. أوكي، فده أول حاجة أو أول مصطلح عندنا هو الكريست أو القمة بتاعة السد. في حاجة اسمها الهيل. الناحية دي زي ما اتفقنا هي الأبستريم والناحية دي هي الداونستريم. الهيل هو عبارة عن جزء من السد اللي هو كونتاكتد الجزء دوت مع الأرض، يعني لو جينا رسمنا كده ده المفروض ده الجراوند بتاعنا. فالجزء من السد ناحية الأبستريم اللي هو كونتاكتد مع الريفر نفسه أو مع الريزرفوار أو مع الأرض بيسموها الهيل. أوكي، يبقى الهيل هي الجزء من السد ناحية الأبستريم. زيها بس الناحية التانية هي التو. التو هي الأدمة بتاعت السد. التو هي برضك عبارة عن جزء بورشن من الدام كونتاكتد مع الجراوند أو مع الريفر ناحية الداون ستريم سايد، يبقى دي اسمها الهيل ودي اسمها التو. خليكوا عاوزكم يعني تعودوا على الألفاظ ديت لأن هنحتاجها إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية. يبقى في كريست وفي هيل وفي تو، الاتنين دول عبارة عن أجزاء من السد، واحدة ناحية الأبستريم واحدة ناحية الداون ستريم، متصلين بالريفر أو الجراوند في الناحية بتاعتهم. في حاجة اسمها السبيل واي. السبيل واي أو المفيض، شايفين هنا جسم السد أهو، عاملين داخل جسم السد زي هنا سبيل واي أو نفق أو ممر كده. المفروض احنا عارفين ان جسم السد دوت بيحجز ميه، زي مثلا السد العالي بيحجز ميه على منسوب بيسموه نورمال ووتر ليفل. اوكي، في بعض الاحيان بيحصل فيضانات فالميه بترتفع لمنسوب اعلى شويه اسمه الماكسيمم ووتر ليفل. الماكسيمم ووتر ليفل ده اقصى منسوب يقدر يستحمله جسم السد، ان اصلا السد دوت عباره عن حاجز قدامه ميه، الميه ديت بتولد او بتسبب حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر زي ما خدنا قبل كده في الهيدروليكس. الهيدروستاتيك بريشر ديت لو انا ركزت المثلث دوت هيديني فورس اف او بي، الكلام دوت بطول السد كله، شوف بقى طوله كام كيلو، فالفورس دي كبيره جدا. فلو منسوب الميه دوت زاد عن حد معين اللي هو الماكسيمم ووتر ليفل ده هيكون في خطوره على جسم السد، ما ينفعش السد ده يستحمل البريشر الزياده ديت، فبيتعمل حاجة اسمها سبيل واي. السبيل واي ده أو المفيض، زي عندنا في حالة السد العالي حاجة اسمها مفيض توشكا.
فالسبيل واي ده ممكن يكون في جسم السد زي ما احنا شايفين كده، او يكون خارج جسم السد زي الحاله بتاعت مصر اللي هو في الطشه. وظيفه السبيل واي دوت ان هو بيكون هنا في الكيس بتاعتنا موجود في قريب من التوب بتاعت الدام بادي، موجود في نهايه او في اعلى الجسم السد بتاعنا. وظيفته ان هو يمرر او يعدي الاكسسيف ووتر، المياه الزياده اللي مش هيقدر يستحملها جسم السد. عندي ميه سببت لي هتسبب لي خطوره على جسم السد، فعمل ده ممر عشان يعدي الميه من الابستريم للداونستريم، ده اسمه السبيل واي، وبيكون هنا زي في الكيس بتاعتنا داخل جسم السد، وفي بعض الاحيان يكون خارج جسم السد. من ضمن المصطلحات برضك اللي احنا هنتعرض ليها حاجه اسمها الجاليري. الجاليري دوت عباره عن نفق سلوبينج تانل موجود داخل جسم السد في الاتجاه الطولي او في الاتجاه العرضي بتاع الريفر. يعني ده كده لو السد ماشي في الاتجاه ده كده، هتلاقي النفق ده كمان ماشي هو كمان بكامل طول السد. وظيفه التانلز دوت اللي هو موجود في الاتجاه الطولي بتاع جسم السد، ان الميه اللي بتتسرب من خلال جسم السد بتخش جوه التانل ده، هو بيجمع الميه اللي بيحصل لها تسريب خلال جسم السد، تبدا تتجمع في الجاليريز دوت، وبعد كده نبدا نعمل لها درين او صرف عن طريق او باستخدام اي وسيله، زي مثلا نعمل بامب بتسحب الميه دي توديها في ناحيه الابستريم. فهو وظيفته ان هو يتجمع الميه اللي بتنتج من تسرب داخل جسم السد، وفي نفس الوقت برضك بيكون في ممرات ممكن الناس تنزل بتوع الصيانه او بتوع المهندسين بتوع الخاصين بتشغيل السد بينزلوا تحت يتاكدوا من سلامه جسم السد، بيتعمل اختبارات داخل الجاليريز ديت عشان يشيكوا على الاستابيليتي بتاع الدام بادي بتاعنا. من ضمن برضك المصطلحات اللي محتاجين نتعرف لها هو السلايس واي. شايفين الطريق ده او النفق ده، هي عبارة عن فتحة او نفق في جسم السد بيكون هنا قريب بقى من البيز من القاعدة بتاع جسم السد. بيتم استخدام السلايس واي دوت عشان انظف الريزرفوار. انا عندي هنا في ريزرفوار خزان في مية، مع مرور الوقت بيتراكم هنا سيدمنت. سيدمنت يعني ايه؟ يعني رواسب. يعني عندي كده ادي البحيره بتاعتي، ومع مرور الوقت بيبدا هنا يتكون رواسب يعني تراكمات من الطين. فانا عاوز اعمل كلير للسيلت ده او الطين دوت، فالسيلت ده والحاجات دي ببدا اعديها من السلايس واي. يبقى السلايس واي بتعمل بروفايد، بتوفر لي مية نضيفة داخل المكان ده عن طريق ان انا بسحب السيلت بتاعي، السيلت اكيوميليشن، تجمعات السيلت او السيدمنتيشن بتاعتي في الريزرفوار، بتخلص منها عن طريق السلايس واي دي. برضه في مصطلح اسمه الثري بورت. الثري بورت هي المسافة ما بين النورمال ووتر ليفل اللي هو المنسوب الطبيعي بتاع الريزرفوار لغاية نهاية جسم السد. Space between the highest level of water اللي هو normal water level عندنا in the reservoir and the top of the dam. تعال نتعرف على بعض السدود اللي موجودة في العالم. فده عبارة عن تصنيف للworld's biggest أو largest dam في العالم كله. التصنيف دوت ممكن يتعمل بيزد على الهايت، على الارتفاع، بيزد على الفوليوم، بيزد على الريزرفوار كاباسيتي. فتعال نتعرف على بعض الدامز. فالتصنيف اللي قدامنا دوت او الجدول اللي قدامنا في اكبر السدود في العالم بالنسبه للهايت، بالنسبه للارتفاع. فاكبر سد في العالم، التصنيف ده طبعا قديم شويه، في حاجات اتبنت جديده او احدث بس مش موجوده في التصنيف دوت. فأكبر سد أو من حيث الارتفاع، يعني ارتفاعه أكبر ما يمكن
هو سد اسمه نوريك. النيوريك دام دوت موجود في تاجيكستان. تاجيكستان الارتفاع بتاعه 3000 سوري 300 متر. واللي بعديه هو الجراند ديكسون موجود في سويسرا، له ارتفاعه 285 متر. بالنسبة للفوليوم عندنا فوليوم، هنا قصده الفوليوم حجم المواد اللي انا عملت بيها جسم السد. اوكي، جسم السد اتكون من ايه، والحجم بتاع او الفوليوم بتاع الماتيريال ديت قد ايه. فاكبر سد من حيث الفوليوم اسمه سينكرود تالينج. سينكرود تالينج تيلينجز اللي هي زي مخلفات هما بيسموها، لان هو الماتيريال بتاعته هتلاقي هنا الطيب مكتوب اي. الاي لو انا دورت عليها تحت هتلاقي ايرث فيل. ايرث فيل يعني ايه؟ يعني التراب. هما بيسموها التراب، بيسموها مخلفات. فهو اسمه سينكرود تيلينج. ده موجود في كندا، والفوليوم بتاعه 750 الف متر مكعب من الماتيريال. تاني واحد هو نيو كورنيلا تيلينج، برضه موجود في أمريكا، والفوليوم بتاعه 209 و500 متر مكعب. أوكي، في التصنيفات ديت ممكن بس تعرف أول اتنين فقط، يعني نيوريك والجراند ديكسون في حالة الهايت، ده 300 وده 285. في حالة الفوليوم سينكروت وسينكرو تيلينج، وهنا نيو كورينيلا بردك، ده في كندا وده في أمريكا. بالنسبة للريزرفوار، تصنيف الدام، أكبر سدود من حيث حجم الريزرفوار، السايز بتاع الريزرفوار. فأول تصنيف هو الأوين فولز، ده موجود في أوغندا، موجود على نهر الفيكتوريا نايل عندنا تحت في النيل. والكاباسيتي بتاعت الريزرفوار كبيرة جدا، بص كده، تقريبا 2 مليار و700 مليون متر مكعب من المية، حاجة مهولة. دي المنابع بتاعت نهر النيل. وفي هنا كاكوفا ده موجود في أوكرانيا، اللي هو تاني واحد. الريزرفوار كاباسيتي بتاعته 182 متر مكعب من المية. في التصنيف ده هنبص كده، 1 2 3 4 5. رقم 5 هو الأسوان هاي دام ريزرفوار، أو خزان بتاع أسوان هاي دام، اللي هي بحيرة ناصر. الترتيب بتاعها من حيث السايز بتاع الريزرفوار هو رقم 1 2 3 4 5، رقم 5. وحجم الريزرفوار بتاعها تقريبا 169 مليون متر مكعب من المية. اوكي، فمش لازم اعرف كل الاسماء دي، جاست اتنين من كل ليست. وطبعا الريزرفوار بتاعنا اللي هو تركيبه رقم 5 في الليست بتاعت السايز اوف ريزرف. اوكي، ده بقى بالنسبة للباور كاباسيتي، اول واحد موجود ما بين البرازيل وبوركوي، وبيولد 12 1600 ميجا وات. والتاني اللي هو جوري دوت موجود في فنزويلا، بيولد 10300 ميجا وات كهرباء. اوكي، تعال نروح لنقطة بقى تانية اللي هي الكلاسيفيكيشن اوف دامز. الدامز ممكن نصنفها بكذا طريقة، different way، عشان أصنف الدامز بتاعتي على أساس بقى. التصنيفات دي بتكون على basis، أو على أساس ممكن يكون على أساس ال function اللي هو الوظيفة أو الاستخدام أو الهدف بتاع السد. ممكن يكون تصنيف الدام ده based على ال hydraulic design، ممكن يكون تصنيف الدامز على ال material of construction، نوع ال material اللي أنا هستخدمها في إنشاء السد بتاعي. هنبدأ بأول تصنيف عندنا اللي هو
classification of them according للfunction أو الهدف أو الإيم. فحسب الفانكشن أو الهدف أو الإيم ممكن نصنف الدامز لحاجة اسمها storage dam أو diversion dam أو detention dams أو في دامز اسمها debris dam وآخر حاجة اللي هي cover dam. يبقى عندنا خمس أنواع من التصنيفات based على الفانكشن أو الوظيفة. ستورج دام خد سدود تخزين، دايفرجن دام سدود تحويل، ديتنشن دام سدود حماية بالاحتجاز، الديبريز دام سدود بتحجز الديبريز أو المخلفات أو كسر الأشجار، أي حاجة موجودة بتمشي مع المية. والكوفر دام هي عبارة عن سدود مؤقتة بنستخدمها لغرض معين هنشوفه دلوقتي. تعال نبدأ بأول نوع اللي هو الستورج دام. الستورج دام هي سدود للتخزين، تخزين المية زي ما احنا شايفين كده. عندنا سد عملاق اهو، وظيفته او حاجز مية هنا على منسوب عالي جدا بكميات رهيبة، وادي ناحية الداون ستريم بيبدأ يعدي بقى مية من خلال جسم السد حسب الاحتياجات او حسب اللي بيطلبوا الناس للأغراض المختلفة. يبقى الستورج دام وظيفتها اللي هي بيتم إنشائها زي are constructed to store water عشان أخزن مية. التخزين ده غالبا بيكون خلال الريني سيزون، خلال السنة أو الموسم الممطر، خلال فترة الفيضان لما يكون في ريفر أو يكون في مية كبيرة جدا في الريفر، فببدأ أخزنها وبعد كده أبدأ أستغل المية ديت خلال باقي السنة. الستورج دام بتعملي بروفايدنج او بتديني ووتر سبلاي، بتعمل تحسين للهابيتات بتاعت الفيش، لحياه الفيش والوايلد لايف، الحياه الطبيعيه بتاعت النهر، كل ده بيتحسن مع وجود الريزرفوارز او الستورج دام. برضك بيتم استغلال الستورج دام دوت في توليد الطاقة الكهربائية، الهيدرو باور أو الهيدرو إلكتريك باور جنريشن، زي ما عندنا كان أو لغاية دلوقتي في السد العالي عندنا محطة توليد طاقة كهربائية باستخدام اندفاع المياه. كان زمان الطاقة دي أو الكهرباء دي بتغطي مصر كلها، دلوقتي مع التوسعات والناس زادت طبعا تقريبا بتغطي جزء بس بسيط جدا من مصر في الجنوب اللي هي الأقصر وأسوان، اللي هي المدن الموجودة قريبة من جسم السد. يبقى بيتم استخدام المياه ديت توليد الطاقة في تنظيم المياه بتاعت الري، طبعا حماية من الفلاد أو الفيضانات. الستورج دام هي أشهر الأنواع أو النوع الأشهر أو الأكثر انتشارا، وزي ما قلنا الغرض منه هو تخزين المياه في أوقات الفيضانات واستخدامها لاحقا عند ندرة المياه يعني في موسم الجفاف. عمل تنظيم يعني هو وظيفته انه بيعمل تنظيم للميه، بيحجز الميه في فتره الفيضان وبعد كده يوزعها على مدار السنه، والغرض زي ما قلنا منه التخزين الميه واستخدامها على مدار السنه توليد الكهرباء، او ممكن يكون مالتي بيربوس يعني بيعمل الاثنين. يبقى ده اول نوع اللي هو الستوري دام. النوع الثاني هو الدايفرجن دام، وده احنا درسناه السنة اللي فاتت والسنة دي، اللي هو في منشأ اسمه الهدار وفي منشأ اسمه الريجليتور. الاثنين دول ممكن نصنفهم على انهم سدود. فالدايفرجن دام بيتم انشاؤه على النهر بغرض ان هو يعمل دايفرت يعني يوزع المية في الريفر على الكانلز. اوكي، شايفين الرسمة اللي قدامنا دي، عندنا فلو جاي في الاتجاه دوت، فانا عاوز ادخل الميه في الترعه دي او الترعه دي. فعملنا ايه؟ عملنا سد، عملنا ريجليتور او عملنا هدار. الهدار ده وظيفته ايه؟ ان هو يعلي الميه ناحيه الابستريم فتبدا تخش
او بعد ما المنسوب يرتفع تبدا المايه تخش في الكنال اللي انا عاوز ادخل فيها المايه، وبعمل هنا كمان ريجليتور عشان اتحكم في كميه المايه اللي هتخش في الترم. يبقى الدايفرجن دام هو عباره عن سد او منشا، نقدر نقول عليه مجازا سد، خدنا منه حاجه اللي هو الريجليتور او الهدار، وظيفته ان هو بيرفع المايه امامه عشان تخش في الترع اللي قبليه، طبعا الاغراض الزراعه، بس هي ما بتخزنش ميه، يعني هنا ما فيش تخزين الميه، هو جاست ان هو بيحول الميه او بيحول اتجاه الميه. طبعا الكلام دوت نتيجه ان هو بيعمل بيولد بريشر، بيولد ضاغط، الضغط دوت يؤدي ان الميه تتحرك من المنسوب العالي للمنسوب الواطي، فهنا بيقول لك they provide sufficient pressure for pushing the water into ditches، يعني في الديتشز والكانلز الصغيره او السيستم بتاع الترعه اللي احنا عاملينه. تالت نوع من السدود according to classification او تصنيف بالنسبه للايم او الفانكشن هو الديتنشن دام. الديتنشن دام هو بيسموه بالعربي سد الحمايه بالاحتجاز. الديتنشن دام دوت بيتم انشاؤه عشان احمي منطقه معينه من الفض من الفلاد او الفيضانات، فهو بيحجز ميه في ناحيه الداون ستريم اثناء الفيضانات، زي السد العالي بتاعنا يعتبر ديتنشن دام، يعني من هو مالتي بيربوس دام السد العالي، فمن ضمن وظائفه ان هو ديتنشن يحمي منطقه معينه اللي هو بيحمي مصر بقى كلها من خطر الفيضان، فبيحجز الميه وبعد كده بيبدا يعمل لها ريجوليشن او تنظيم، يبقى بيحد من الافكت او التاثير بتاع الفيضان، وبعد كده مع المياه اللي هي محجوزه ديت يبدا بعد كده يعمل لها ريليزد او يطلعها جرادولي، يعني بالتدريج. يبقى النوع الثالث اللي هو ديتنشن دام، هو وظيفته ان هو بيعمل تخزين للفيضانات العاليه وقت حدوثها بصوره يا اما مؤقته او ريجولر، يعني كل سنه بصوره مؤقته زي ما بيحصل في سينا، ممكن يحصل سنه وممكن ما يحصلش في السنه اللي بعدها، بصوره دايمه زي ما بيحصل عندنا على نهر النيل، بغرض زي ما قلنا التلافي الاثر المدمر بتاع الفلاد دوت، وبعد ما الفيضان يخلص نبدا نصرف المياه ديت بصوره تدريجيه بحيث انه ما ياثرش على المجرى بتاعي، ما ينفعش طبعا اطلعها مره واحده، لا بطلعها تدريجيا عشان ما ياثرش على المجرى بتاعي. نيجي لنوع تاني اللي هو الديبريز دام. الديبريز دام هو عباره عن سد وظيفته ان هو يعمل ريتيننج للديبريز اللي هي البقايا، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا ديت، السد ده وظيفته ان هو يمنع ان الحاجات الطافيه او اللي بتمشي مع الميه ان هي تكمل معايا في الاتجاه بتاع السريان بتاعنا، فبتعمل ريتيننج للديبريز. الديبريز ديت ممكن تكون بقى ايه، ساند، ممكن يكون جرافل، ممكن يكون دريفت وود اللي هو كسر الاشجار او فروع الاشجار ديت اللي هي بتطفو على او بتطفي مع النهر. المفروض بقى ان الووتر بعد ما تعدي من الديبريز دام دوت بتبقى فيري كلير زي ما احنا شايفين كده. يبقى وظيفه الديبريز دام اللي هو بيحجز الساند والجرافل والدريفت وود، اي حاجه موجوده مع الميه، وطبعا مع مرور الوقت طبعا لازم يعمل صيانه، بتعمل صيانه هنا وبتشيل الكلام دوت او الحاجات اللي انت حجزتها خلف الديبريز دام دوت. اخر نوع من التصنيف بتاع الفانكشنز او اكوردنج للهدف او الوظيفه بتاعت السد حاجه اسمها الكوفر دام. الكوفر دام ده هو عباره عن بيسموه انكلوشر دام او انكلوزر انكلوشر ستراكشر، هو عباره عن منشا بعمله حوالين الكونستراكشن سايت بتاعتي. لو انا بعمل عاوز اعمل انفذ منشا والمنشا دوت حواليه ميه او موجود في ميه، فبعمل سراوندنج او حواليه كده بعمل زي دامز او مجازا بنسميه اللي هي زي الشيت بايل مثلا. الشيت بايلز هي عباره عن حاجز بعمله حوالين المنشا بتاعي عشان اشتغل في الدراي كونديشن،
فهو نفس الكلام ده نقدر نطبق الفكرة دي ونقول إن هو يعتبر دامز، فبيسموه الكوفر دام. الكوفر دام هو عبارة عن دام بيتعمل حوالين الكونستراكشن سايت بتاعي عشان أمنع إن المياه تخش داخل الكونستراكشن سايت، وأشتغل في الدراي أو أشتغل على الناشف زي ما بيقولوا يعني. الكوفر دام ده بيكون مؤقت، ما بيكونش دائم، وظيفته بس إن هو زي ما قلنا نشتغل على الناشف أو في الدراي كونديشن، وبعد ما بخلص الجزء بتاع الفاونديشن بالذات ده أبدأ أشيل الكوفر دام دوت من مكانه. بدول التصنيفات أو أنواع الدامز according للفانكشن. في تصنيف تاني according للهيدروليك ديزاين، بنصنف الدام according للهيدروليك ديزاين. عندنا أربع تصنيفات، في الأوفر فلو دامز والنون أوفر فلو دامز والريجيد دامز والنون ريجيد دامز. يبقى هما أوفر دامز وعكسها نون أوفر دامز، أوفر فلو دامز والريجيد دام والنون ريجيد دام. تعالى ناخد معلومات عن كل واحد منهم. الأوفر فلو دام زي ما احنا شايفين في الصورة كده هو سد بيسمح بمرور المياه من فوق، يعني المياه بتعدي من فوق جسم السد. السد دوت بيكون معمول من سترونج ماتيريال زي الخرسانة، سترونج ماتيريال زي الخرسانة عشان وبيسمح زي ما قلنا بمرور المياه من فوقي من فوق حتة اسمها الكريست اللي هي القمة بتاعت السد بتاعنا. فلازم تكون الماتيريال بتاعته زي الكونكريت قوية عشان تقاوم التأثير بتاع حركة المية فوق الجسم بتاعه. النون اوفر فلو دام هي عبارة عن سدود لا يسمح أو لا يسمح بعبور المياه من فوقها، يعني المية ما ينفعش تعدي من فوقها. غالبا غالبا السبب بيكون هو الدام سيفتي، لو المية عدت من فوقها أكيد السد ده هينهار. أوكي ليه؟ لأن الماتيريال بتاعته النوع ده من السدود غالبا بتكون سوفت او مكونه من تراب وصخور، فلو الميه عدت من فوقيها هيحصل مشكله، فبيسموه او النوع ده بيندرج تحت حاجه اسمها نون اوفر فلو دام. بيكون يا اما سد ترابي او احجار. السد كله زي ما شايفين في الصور المنسوب بتاعه اعلى من منسوب الميه اللي موجوده في الخزان بتاعنا، هو أعلى بمسافة كبيرة كمان، اللي هي المسافة اللي احنا بنسميها الفري بورد اللي احنا خدناها في أول المحاضرة. فما بيسمحش بقى كم المسافة اللي هي الفري بورد دي ما بتسمحش بمرور المية فوق جسم السد. ريجيد دام، ريجيد يعني جسيء، يعني مصنوع من ريجيد ماتيريال زي الخرسانة زي الطوب زي الستيل زي التيمبر. دي عباره عن ماتيريال ما بتتحركش، ما فيهاش فلكسبيليتي، بيسموها الريجيد ماتيريال. زي السوليد اللي قدامنا ده واحد معمول من الخرسانه زي ما احنا شايفين كده. فده يندرج تحت الهيدروليك ديزاين دامز اسمه الريجيد دام. النون ريجيد دام اللي هو الامبانكمنت، دي هندرسها بالتفصيل ان شاء الله من بدايه المحاضره اللي جايه. الامبانكمنت هي الجسور أو السدود الترابية زي ما احنا شايفين كده، بيتم إنشائها من ماتيريال زي الإيرث، الإيرث يعني التراب، روك فيل، الكسور بتاعت الأحجار، فدي تندرج تحت نوع من أنواع السدود اسمه النون ريجيد دام، أو ساعات بنسميها الإمبانكمنت دام أو السدود الترابية أو جسور، سواء بقى كانت بقى جسور بتاعت ترع أو جسور لتخزين أو حجز المياه. الكلاسيفيكيشن التالت بيكون اكوردنج للماتيريال، اكوردنج للماتيريال. فعندنا انواع كتيره بقى من السدود، في الجرافيتي دام، الايرث دام او الايرث فيلد دام، الارش دام، الباترز دام، والماسونري دام، والستيل دام، وفي كمان الروك فيلد دام، وساعات كمان في نوع بيسموه التيمبر دام. الجرافيتي دام غالبا بيتم انشاؤه من الخرسانه العاديه، وبيعتمد في مقاومه الاحمال بتاعت الميه، شايفين كميه الميه كبيره جدا بتسبب بريشر على جسم السد، فبيعتمد في مقاومه الاحمال اللي جايه من الميه دي على وزنه، لان هو معمول من الخرسانه العاديه فهتلاقي وزنه كبير
جدا، وبالتالي النوع ده محتاج طبقة تأسيس قوية عشان تستحمل الوزن الكبير اللي احنا هنعمله ده. يبقى الجرافت دام عبارة عن ماسيف سايد دام، دام بحجم كبير جدا بيتم إنشاؤه فابريكيتد فروم الكونكريت من الخرسانة، وظيفته أو بيتم تصميمه عشان إن هو يحجز كمية كبيرة جدا من المية. هو بيقول لك هنا by using the concrete باستخدام الخرسانة، الويت بتاع السد ده بيكون قادر على إن هو يعمل ريزيست، يعمل يقاوم الهوريزونتال تراست أو القوة الهوريزونتال اللي جاية من المية اللي موجودة ناحية الأبستريم، وبالتالي عشان كده هم سموه الجرافيتي دام. أمثلة من الجرافيتي دامز، في عندنا الجراند كولي دام اللي موجود في اليو اس اي، في الإيتابي دام موجود ما بين البرازيل والبرغواي. الأنواع ديت أو السدود ديت تندرج تحت الجرافيتي دام. النوع التاني حسب التصنيف بالنسبة للماتيريال هو الإيرث فيلد دام. الإيرث فيلد دام ده هندرسه بالتفصيل فمش هنقول معلومات كتير عنه دلوقتي. هي عبارة عن سدود ترابية زي ما احنا شايفين في الصورة كده، بيتم إنشائها من أتربة. الأتربة دي غالبا بتكون متجانسة أو في بعض الأحيان بتكون متنوعة يعني غير متجانسة، وغالبا هي يعني هنا في مصر بتستخدم أو بيتم إنشائها بكثرة أو يعني كتير عشان سهولة إنشائها وإنها رخيصة نسبيا طبعا مقارنة بالأنواع التانية، وأرضا وكمان عشان هي ما بتحتاجش طبقة تأسيس قوية، والماتيريال بتاعتها متوفرة. بتتعمل من التراب، يعني هي بتتعمل من إيه؟ بتتعمل من التراب، فالماتيريال بتاعتها متوفرة. يبقى الإيرث فيلد دام عبارة عن سد ترابي بيتعمل من السويل، بيتعمل عن طريق طبقات طبقات، يعني بعمله بطبقة وأعمل لها دمك وبعد كده طبقة تانية ودمك، وبعد طبعا بعمل له بروتكشن او حمايه عشان ما يحصلش سيبج او تسرب خلال جسم السد، فبحط حاجه اسمها بيرمبل ميمبرنز ناحيه الابستريم ناحيه الميه، ببدا اعمل هنا حمايه عشان ما يحصلش سيبج خلال جسم السد. بيتم انشاء على اي نوع من الفاونديشن، بس الهايت بتاعها طبعا بيعتمد على السترينث بتاع الفاونديشن. يعني لو نرجع كام سلايد ورا كده هتلاقي ان اطول سد في العالم حسب التصنيف اللي احنا خدناه هتلاقيه النوع بتاعه ايرث. فالارتفاع ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على القوه بتاعه الفاونديشن، هل يقدر يستحمل الكميات الكبيره جدا من السويل دي ولا لا. يعني لو رجعت سلايد كتيره كده هوريكم التصنيف اللي احنا خدناه بالنسبه للهايت. اعلى واحد اللي هو نيوريك دام دوت، التايب بتاعه اي. ايه هو الاي؟ الاي هو ايرث فيلد. وبالتالي لازم تستنتج كده ان الفاونديشن اللي موجود عليها نيوريك دام اللي هو موجود في تاجيكستان دوت فيري سترونج، قويه جدا ان هي تستحمل الوزن الكبير جدا من التراب دوت. يبقى نرجع تاني احنا في الكلاسيفيكيشن اكوردنج للماتيريال، خلصنا الجرافيتي ودلوقتي بنتكلم على الايرث فيلد دام. امثله على الايرث فيلد دام في الرونجنسكي دام موجود في روسيا، ونيو كورولينا اللي موجود في اليو اس اي. في الارش دام بقى، السدود اللي هي واخده شكل الارش، من ضمن المميزات بتاعت الارش دام هي طبعا بتتعمل من الخرسانه زي ما احنا شايفين كده. يعني من ضمن المميزات ان القوه بتاعتها كلها، القوه اللي هي بتستحملها او بتنقلها عن طريق الميه او من خلال الميه كلها بتاخدها في الجزء الاوسط بتاعها وبعد كده تنقلها للاكتاف للابارتمنت، الكتف اللي هنا والكتف اللي هنا، وبالتالي هي محتاجه او لما نيجي نعمل النوع دوت محتاجين اكتاف قوية جدا تستحمل الفورس ديت، محتاجين أكتاف من الصخر، أكتاف صخرية. وغالبا زي ما شايفين كده بيتم عمله في أضيق مكان عشان أقلل الماتيريال بتاعتي وأقلل التكلفة.
يبقى الارش دام هو عباره عن كيرف دام في البلان. لو انا باصص في البلان هو واخد شكل الكيرف، واخد عنده كونفكستي، يعني في هنا تسطح ناحيه الابستريم. زي ما قلنا الارش دام بينقل القوه بتاعت او البريشر بتاع الميه والفورس بتاعتها للابارتمنت بتاعته، يعني بياخد القوه اللي هنا كده اللي هي الفورس دي يبدا ينقلها في الاتجاه دوت، اتجاه الارش للابارتمنت اللي هي غالبا بتكون من الصخور. هو هنا بيقول لك ان الارش دام دوت سيوتبل فور نارو كروس سيكشن، في القطاعات الضيقه اللي هي محتاجه او عندها سترونج ابارتمنت او فلانكس عشان ينقل القوه ديت ليها. وامثله عن الارش دام في الهوفر دام في امريكا والايديكي دام في الهند. النوع الثاني من الدامز بالكلاسيفيكيشن اكوردنج للماتيريال هو الباترز دام. الباترز دام بيتكون زي ما احنا شايفين كده من ايه، من سلابه كبيره قوي وفيها دعامات هنا بيسموها الباترز، عشان كده هم سموه الباترز دام. سلابه كبيره قوي كده خرسانه من الخرسانه المسلحه reinforcing concrete sloping slab. عندنا سلابه مايله كبيره قوي وسبورتد باي حاجه اسمها الباترز. الباترز دي غالبا زي ما احنا شايفين كده واخده شكل التريانجلر، شكل المثلث، عباره عن حائط تريانجلر كونكريت وولز. وظيفتها ان هي تنقل البريشر او ضغط الميه ديت، تنقله من السلابه ديت الديك ديت، تنقلها للفاونديشن بتاعت السد. يبقى كاني عامل سلابه وعامل اكن زي دعامات، الدعامات دي بيسموها الباترز، فعشان كده السد ده اسمه الباترز دام. الباترز ديت اللي هي واخده شكل المثلثي اللي احنا قلنا عليه، تعتبر كومبريشن ممبر، بتنقل زي ما قلنا البريشر بتاع الميه للفاونديشن. السبيسنج ما بين الباترز دوت غالبا بيتراوح من 6 ل 30 متر، يعني المسافه من الباترز او من المحور بتاع الباترز دوت للباترز دوت بتتراوح من 6 ل 30 متر. طبعا بيختلف حسب طبعا ارتفاع السد والسلابه ديت قد ايه. في امثله كتيره للباترز دام، البارتل دام في امريكا، وفي اللي هو ده في كندا اللي هو دانيال جونسون دام في كندا. according للماتيريال برضك في الماسونري دام. الماسونري دام اللي هو السدود اللي بتتعمل من الطوب او بتتعمل من الحجاره، او يعني ممكن ستون او بريك. يبقى الماسونري دام اما بيتم استخدام في بنائها الستون ماسونري او البريك ماسونري. طبعا هي سدود قديمه وسدود بتكون تاريخيه، بتكون من عصور من زمان قوي، ويتم الستون او البريك ديت بنتم لسقها، يعني تتحط جنب بعض، ويتم الكونكشن ديت باستخدام السيبنت مورتر او الخليط بتاع الاسمنت بيتم استخدامه عشان اعمل جوينت للماسونري بريك ديت. هو هنا بيقول لك الجرافيتي دام والارش دام ار اكزامبل اوف ذا ماسونري دام، بس طبعا الماتيريال بتاعته اتغيرت عن الاول. في التيمبر دام، تيمبر خشبي، سدود خشبيه، غالبا السدود دي بتكون مؤقته، الغرض بتاعها بيكون تحويل الميه زي ما شفنا من شويه، زي القناطر كده بعمله عشان يحجز الميه فيرتفع الميه لمنسوب معين ويحصل دايفيرت ليها. بتكون مؤقته، ما بتكونش دايمه. الانواع دوت ممكن الارتفاع بتاعه يوصل لغايه 9 متر. في الستيل دامز، دامز بتتعمل من الستيلز بردك زي التمبر، التمبر دام. الستيل دام بيتم انشائها تمبرري يعني مؤقتا، بتكون من عباره عن ستيل بليت و الستيل دام ديت بيتعمل لها زي دعامه بردك في الخلف زي الباترز دام.
والارتفاع بتاع السد من النوع ده ممكن يوصل لغاية 18 متر، يعني من 15 لغاية 18 متر هايت أو ارتفاع. الروكفيل دام بقى، الروكفيل دام ده زي السد العالي، سدود بيتم إنشائها من صخور، الصخور دي بتكون متنوعة، ولازم نحط مادة ناحية الأبستريم عازلة عشان المية ما يحصلهاش سيبج خلال الجسم. السد يعني بيجي في الوجه الأمامي هنا ناحية الأبستريم، بعمل مادة منفذة أو طبقة غير منفذة عشان أمنع التسرب. وبرضك في جسم السد من جوه ممكن نعمل زي كور من الكلي أو ماتيريال غير منفذة عشان أقلل التسرب على قد ما أقدر. من أهم مميزات النوع ده من السدود إن هو مقاوم للزلازل، لأن هو معمول من الصخور، فلما بيحصل زلازل بيحصل دامج، يعني اوريدي بيحصل دامج زيادة لما بيحصل زلزال، فبيحصل حركة للأرض أو الفاونديشن، فبيحصل دامج للصخور بتاعتي، فالاستابيليتي بتاع الدام دوت بتزيد، فهو مقاوم، يعتبر من السدود المقاومة للزلازل. بس طبعا بتحتاج تربة صخرية كبيرة عشان تستحملها. من العيوب بتاعته ان هو ما ينفعش يتعمل على تربة الهبوط بتاعها عادي، فلازم اتأكد ان التربة بتاعتي ما فيهاش بيحصلش فيها ستلمنت كبير. يبقى الروك فيل دام بيتعمل من الروك فريجمنتس والبولدرز، الصخور الصغيرة والبولدرز اللي هي احجامها كبيرة، بيتعمل خليط من الصخور، وزي ما قلنا في امبيرفيوس لاير او ميمبرانس موجود ناحية الابستريم عشان يمنع تسرب خلال جسم السد. النوع ده او اللي هو الروك فيل دام زي ما قلنا في ميمبرنس هنا، في فيس بيتعمل ناحيه الابستريم، غالبا بيتم صنعه او انشاؤه من الخرسانه عشان يمنع التسرب خلال جسم السد، لان انا لو ما عملتش الكلام ده الميه كلها هتتسرب خلال الفراغات اللي هتكون او ما بين الصخور بتاعتي. فبيتعمل يا اما من الخرسانه او الاسفلت، ساعات اسفلت الكونكريت خليط ما بين الاسفلت والخرسانه. في السدود اللي هي الجرافيتي القديمه كان بيستخدموا الخشب، يعني الفيس دوت كانوا بيستخدموه بيتعمل من الخشب او الستيل، بس طبعا لما الخرسانه اتعملت خلاص بقى كل السدود الجديده بتعمل يا اما من الخرسانه او خليط من الاسفلت والخرسانه. النقطه الجديده اللي عاوزين نعرفها ايه هي الفيزيكال فاكتورز اللي على اساسها بعمل سيلكشن للدام. احنا عملنا دلوقتي او اتعرفنا على انواع كتيره من الدامز، طب اختار اني نوع فيهم؟ فعاوزين نعرف ايه العوامل اللي تخليني اختار النوع الانسب من الدام، ايه هي العوامل اللي انا محتاج اعرفها عشان اختار نوع مميز او نوع الافضل في المكان اللي انا عاوز اعمل فيه دامز. ففي عشان تختار، عشان تعمل ديسايدنج لإنشاء سد، فأول سؤال هيواجهك إيه هو النوع؟ زي ما قلنا الدام بتاعي إيه هو أنسب نوع من الأنواع اللي إحنا خدناها الأنسب ليك، وكمان يكون اقتصادي عشان ما تدفعش فيه فلوس كتير. ففي فاكتورز هنستعرضها دلوقتي، لو عرفت عنها معلومات هتقدر تختار نوع السد بتاعك. قالك اول فاكتورز بيأثر على اختيار نوع السد هو التوبوغرافيا، توبوغرافي. تاني فاكتور الافابيليتي اوف ماتيريال او تواجد الماتيريال بتاعتك. تالت فاكتور هو الجيولوجي، الفاونديشن كونديشن، نوع الفاونديشن وطبيعتها عامله ازاي. ورابع فاكتور هو الايرث كويك زون، هل انت واقع في منطقه بيتعرض للزلازل على طول ولا لا. برضك من ضمن العوامل السبيل واي سايز، انت عاوز المفيد بتاعك الشكل بتاعه يكون موجود فين؟ هل جسم في جسم السد ولا خارج جسم السد؟ طب الحجم بتاعه قد ايه؟ ده نفس الكلام، ده فاكتور مهم جدا ويحدد لي نوع السد اللي انا هختاره، لان في بعض السدود ما ينفعش اعمل سبيل واي داخل جسم السد زي الروك فيل دام او الارث دام، فلازم احدد انا عاوز اعمل السبيل واي بتاعي فين، مكانه فين وحجمه. ارتفاع السد برضه، ارتفاع السد ده فاكتور مهم جدا لاختيار نوع السد، هل هو عالي، ارتفاع عالي
ولا ارتفاع منخفض، ده بيحدد الماتيريال بتاعتي، فلازم اعرف ارتفاع السد. في فاكتورز تانية طبعا زي الكوست، ده مهم جدا، فاكتور مهم جدا، الكوست اوف كونستراكشن، التكلفة بتاعت الانشاء، تكلفة الاصلاح، بعد كده المينتينز، عمر السد، فالحاجات دي بتخش او الديتيلز دي بتخش معايا في اختيار نوع السد بتاعي. تعال ناخدهم واحدة واحدة كده، نشوف بيزد عليهم ازاي اختار نوع السد بتاعي. اول عامل عندنا بيحكم لي او بيخليني اختار افضل انواع السدود بتاعي هو الطبوغرافية. زي ما قلت، الطبوغرافية حسب الشكل بتاع الوادي بتاعنا او المكان اللي انا هعمل فيه السد، بقدر عن طريق الشكل او الطبوغرافية اللي انا احدد نوع السد، او افضل او يكون في نوع مفضل من السدود. فمثلا لو عندنا الوادي بتاعنا عريض، يعني وايد فالي او وايد كروس سيكشن، فالافضل ان انا اعمل ايرث فيل دام. ليه؟ لان الايرث فيل دام الماتيريال ديت التكلفه بتاعتها قليله، لكن لو انا عملته خرسانه مسلحه او خرسانه عاديه كجرافيتي تام هيكلفني كتير جدا، لان الوادي بتاعي عريض جدا. طب لو الوادي بتاعي واخد شكل في سيكشن، بيسموه الفي شيب، بيسموه وادي بيكون ضيق من تحت من اسفل، بيسموه الكانيون. من الخصائص بتاعته ان البي ديت بتكون اقل من او يساوي ارتفاع السد، فالافضل هنا ان انا اعمل ارش دام. الارش دام بيفضل يتعمل في النارو سيكشن او القطاعات الضيقه اللي واخده شكل الفي. لو القطاع ضيق بتاعي واخد شكل اليو بدل بقى الفي، واخد شكل اليو شيب، وفي نفس الوقت السايد بتاعته من الصخور with rocky side، فممكن نعمل يا اما الجرافيتي دام او الروك فيلد دام، يا اما الجرافيتي دام او الروك فيلد دام، زي الحاله بتاعت السد العالي عندنا. يبقى الطبوغرافيه بتحدد نوع او بتديني افضليه ان انا اختار نوع معين من السدود. فلو هي وايد سيكشن هستخدم الايرث فيلد دام، لو في شيب يبقى الارش دام، لو يو شيب والاكتاف بتاعتي او الجوانب بتاعتي من الصخور يا اما الجرافيتي يا اما الروك فيلد دام. تاني فاكتور بيأثر على اختيار السد هو الافابيليتي اوف ماتيريال، اللي هي توافر الماتيريال بتاعتي. فقالك لو في بالمنطق ده، لو في عندي صخور، في توافر عندي كميات كبيره من الصخور، اعمل روك فيل دام، يعني ده التكلفه بتاعتك هتبقى قليله لان هي اوريدي متوفره في السايت او في المواقع اللي انت هتعمل فيه السد. لو انت عندك تراب، التراب دوت متدرج، خلاص اعمل ايرث فيل دام. لو عندك سن وزلط ومش عارف ايه، خلاص اعمل خلطه واعمل كونكريت ده. يبقى حسب التوافر الماتيريال بتختار نوع السد، لان التكلفه بتكون الحاجات دي بتكون مكلفه جدا، فالافضل تدور على الماتيريال المتوفره في المكان اللي انت هتعمل فيه جسم السد، وتعمل وعلى اساسها تختار نوع السد. هو يقول لك ان التصميم الاقتصادي ان هو استخدم نفس المواد المتوفره في موقع الانشاء عشان اقلل التكلفه، لان حتى لو في هي متوفره في مكان بعيد فانا هضطر ان انا انقلها، وبالتالي ده هيزود التكلفه الكليه بتاعت الاستراكشر بتاعي. هو انا هنا في سؤال بيقول لك ليه تم انشاء السد العالي من الركام؟ احنا السد العالي النوع بتاعه روك فيل دام. ليه تم انشاؤه من الركام؟ لان قال لك في جبال هناك في الموقع، الجبال دي اصلا تم نسفها واستفادنا من ناتج النسف دوت في انشاء السد. يعني كان في جبال هناك تم نسف الجبال ديت باستخدام الديناميت، واستخدمنا في الانشاء الصخور اللي نتجت من التفكير دوت. طبعا السد دوت روك فيل دام، فهو من مميزاته ان هو مقاوم للزلازل، لا قدر الله لو حصل زلزال فالمفروض الاستابيليتي بتاعته تزيد، لان بيحصل حركه للكسور او الكسر بتاع الرخام دوت او الركام او الصخور، فبيؤدي الى استابيليتي زياده لجسم السد. الفاكتور الثالث هو الجيولوجي او الفاونديشن كونديشن، او الاثنين مع بعض.
الفاونديشن كونديشن، نوع الفاونديشن بيحكمني نوع او اختيار نوع السدود بتاعتي. فلو الفاونديشن بتاعتي ساوند روك يعني جرانيت وبازلت يعني صخور قوية، ممكن تعمل اي نوع من انواع السدود، وطبعا اتقلهم هو الجرافيتي دام، فممكن تعمل جرافيتي دام لو التربة بتاعتك صخرية قوية جدا. لو عندنا ميديوم او بور روك زي اللايمستون روك بس متوسطة او مش قوية قوي، ممكن تعمل ار سي دام او الباترز دام، ممكن تعمل ارش دام. لو جرافل التربة بتاعتك عبارة عن جرافل، اعمل ايرس فيل دام او روك فيل دام. يبقى الفاونديشنز او طبيعة او نوع الفاونديشن بتاعتي بتحكم لي او بتديني افضلية لانواع معينة من السوق. لو التربة بتاعتي سيلت او فاين ساند، خلاص اعملها بقى ايرث فيل دام اللي هو نوع من السدود الترابيه اللي هو الوزن بتاعه مش كبير، وبالتالي التربه دي تقدر تستحمل. فاكتور مهم اللي هو الايرث كويك زون، لو المنطقه بتاعتي معرضه للزلازل او موجوده في نطاق بيتعرض للزلازل باستمرار، فمن افضل السدود المقاومه للزلازل زي ما قلنا هي السدود الركاميه اللي هي الروك فيل دام زي السد العالي. زي ما قلنا الزلازل لما بتحصل بيسبب دمج للصخور افضل، وبالتالي بيحصل استابيليتي او اتزان للسد بتاعي. لو السد بتاعي كان تراب في منطقه فيها زلازل، بيقول لك الزلزال ده هيسبب شروخ راسيه فيه وهيحصل له فيلير. لو السد ده خرساني هيسبب الزلزال ده هيسبب قوة ممكن تؤدي دمار السد وتطيره. تمام. خامس فاكتور عندنا اللي هو السبيل واي اند سبيل واي سايز اند لوكيشن، مكانه والحجم بتاعه. اتفقنا ان مع جسم السد اي جسم اي سد بيتعمل معاه حاجه ملحق او اكسسوري اسمها السبيل واي. السبيل واي ده وظيفته ان هو بياخد الميه الزياده في حالة الفيضان أو المياه الزيادة عن احتمالية السد نفسه ويتخلص منها. المفيد أو السبيلوي دوت ممكن يكون ملتصق أو موجود في جسم السد أو خارج جسم السد، يبقى لازم يكون في مفيد عشان أحمي جسم السد من أي ارتفاع زيادة عن الارتفاع التصميمي اللي احنا صممنا بيه السد بتاعه. لان لو حصل الميه زادت عن المنسوب اللي هو اسمه الماكسيمم ووتر ليفل، ده ممكن ياثر بالسلب على جسم السد ويحصل شروخ، فلازم يكون في سبيل واي. فقال لك في سدود الخرسانه او الركاميه ممكن بيكون المفيد بتاعك في جزء من السد، في جزء كده بعمل له بيكون منخفض، ولو الميه زادت عن حد معين تبدا الميه تتحرك من فوق جسم السد اللي هو النوع اللي احنا اسمه قلنا عليه اسمه الاوفر فلو دام. لكن في حاله السدود الترابيه زي او الروك فيل دام برضك، ممكن بنعمل المفيد بيكون بجوار جسم السد، بعمل حاجه اسمها قناه تحويل تبدا تاخد الميه الزياده لو هي ارتفعت عند منسوب معين، تاخد الميه الزياده تحولها توديها للمكان اللي احنا عاوزينه. ففي الشكل اللي قدامنا دوت بياخد الميه الزياده يوديها من الاب ستريم للداون ستريم. عندنا في توشكا لا الميه او قناه التحويل دي بتاخد الميه ترميها على مفيد اسمه مفيد توشكا، ويكون بقى بحيرات في الصحراء، والميه ديت مع الوقت يحصل لها ريتشارج او شحن توصل للخزان الجوفي، ومشروع توشكا اللي هناك يبداوا يحفروا ابار وياخدوا الميه يستخدموها في الزراعه بتاعتهم. يبقى في سدود الخرسانه بيكون المفيد في جسم السد نفسه، في سدود الترابيه بيكون المفيد بجوار جسم السد، لان ما ينفعش اعمل السبيل واي داخل سد ترابي لان هيحصل له فيلير او هيحصل له انهيار. في ملاحظه هنا ان بيقول لك في التربه الصخريه، لو التربه بتاعتي صخريه ما ينفعش تعمل ايرث فيل دام، ليه؟ لان مش هتقدر تعمل له قناه تحويل، هيبقى صعب جدا ان انت تعمل قناه تحويل في تربه صخريه. واحنا طبعا عن طريق الفاكتورز ديت بنحاول نقلل التكاليف على قد ما نقدر، فما ينفعش تعمل قناة تحويل في تربة صخرية هتكلفك كتيرة جدا عند الإنشاء. بردك من ضمن العوامل وآخر واحد عندنا اللي هو الهايت
اوف دام، طول السد والارتفاع بتاعه، الهايت هو الارتفاع والطول كمان بيتحكم في اختيار نوع السد. فقال لك لو انت هتعمل سد طويل والارتفاع بتاعه منخفض، الافضل تعمل ايرث دام، طويل يعني الطول بتاعه كبير وارتفاعه قليل، الافضل تعمل ايرث دام. لكن لو هتعمله شورت، اللينس بتاعه شورت، الطول بتاعه صغير وارتفاعه عالي جدا، فممكن تعمل بقى اي كونكريت دام، جرافيتي او الباترز او الارش دام. يبقى الافضل لو الارتفاع بتاعك منخفض اعمل ايرث دام، لو الارتفاع بتاعك عالي اعمل كونكريت دام، اي بقى نوع من انواع السدود ديت، سواء كان جرافيتي او باترز او ارش دام. اخر نقطة عندنا في اول محاضرة، ازاي اعمل سيلكشن او السيلكشن بتاعت الدام سايت. احنا عرفنا انواع الدامز والتصنيفات بتاعتها، وبعد كده عرفنا الفاكتورز اللي بتأثر على اختيار نوع السد نفسه، الطبوغرافية ومواد الانشاء والفاونديشن كونديشن واللوكيشن والسايز بتاع المفيد والارثكويك زون واللينس والهايت بتاع الدامز. تعالى نتعرف دلوقتي على السيلكشن بقى بتاع الدام سايت، الموقع اللي انا هختاره عشان اعمل فيه الدامز اللي انا اخترته من الانواع اللي احنا خدناها. اختيار السايت او الموقع بتاع الدام مهم جدا لما اجي اعمل ديزاين. ليه؟ لان هو بيحكمني الشكل بتاعي والسايز بتاع الدام. فانا ممكن اختار مكان يكون واسع قوي، وواحد تاني يختار مكان ضيق، فاني الافضل؟ اكيد الضيق افضل عشان التكلفه هتكون اقل، بس في بعض الاحيان بيكون الاختيار اللي هو المكان الضيق ده فيه عيوب تانية. بيقول لك مثلا ان الاكتاف مش قويه، في شروخ فمحتاجه هيحصل سيبج. فاختيار السايد ده لازم يختاره بعنايه عشان يكون المنشأ اللي انا هعمله ده يؤدي الغرض بتاعه اللي هو تخزين الميه، وفي نفس الوقت لازم يكون ستيبل او متزن. اوكي، برضك من ضمن الاختيارات، او عند لما اختار السايت او الموقع بتاع السد، في عوامل بتحكمني، من ضمنها الريزرفوارز، الخزانات، الخزان اللي هيتكون او البحيره اللي هتتكون خلف السد اللي انا هعمله. فلازم الريزرفوار دي ليها متطلبات. ايه هي؟ قال لك لازم الموقع اللي انت هتختاره يوفر لك مساحة خلفه عشان اخزن كميات كبيرة من المية، الكاباسيتي بتاعت الريزرفوار تكون عالية وبأقل تكلفة. طبعا التكلفة دي لازم تكون داخلة في حساباتك، ان انا اي حاجة بعملها لازم اعملها سيفتي، يعني بأمان، وفي نفس الوقت تكون التكلفة اقل ما يمكن. يبقى لازم يكون الستورج كاباسيتي بتاعت الريزرفوار اكبر ما يمكن وبأقل تكلفة. كمية المية اللي هتتسرب من خلال الريزرفوار لازم تكون أقل ما يمكن. لازم أتأكد إن البيد أو القاع بتاع الريزرفوار أو المكان اللي هيتكون فيه المية أو هنخزن فيه المية اللي هي البحيرة ديت، البيد اللي هو القاع والجوانب ما فيهمش ليكج، ما فيهمش سيبج، ما فيهمش تسرب، عشان أقلل كمية المية المتسربة على قد ما أقدر. لأن أصلا وظيفة السد هو تخزين المية، فما ينفعش تختار مكان ويتكون بحيره خلفه وبعد كده المايه كلها تتسرب من خلال القاع والجوانب بتاعت البحيره اللي اتكونت في الابستريم. برضه بيقول لك الموقع اللي انت هتختاره لازم يوفر ان عمق المايه في الريزرفوار ده يكون كبير. ليه؟ لان انا عاوز اوفر كميات كبيره او عاوز اخزن كميات كبيره، فالافضل يكون عمق المايه في الريزرفوار ده يكون كبير، وفي نفس الوقت المساحه السطحيه بتاعت الريزرفوار ديت تكون اقل ما يمكن عشان اقلل اللوسز او الفواقد اللي بتنتج من الايفابوريشن او الطبخ. يبقى السايت او الموقع بتاع السد لازم يتوفر فيه بعض الشروط. من ضمن الشروط اللي بتحكم لي اختيار موقع السد هو حاجات خاصه بالريزرفوار او الخزان. لازم يكون الاستورج كاباسيتي بتاعته اعلى ما يمكن باقل تكلفه، لازم يكون كميه التسرب اللي هتنتج من الريزرفوار ده من القاع والجوانب تكون اقل ما يمكن، لازم يكون الريزرفوار ده العمق بتاعه كبير،
والمساحة السطحية بتاعته قليلة عشان يكون التخزين أكبر ما يمكن، وفي نفس الوقت اللوسز أو الفواقد باستخدام أو الناتجة من التبخر أو الإيفابوريشن تكون أقل ما يمكن. يبقى لو نلخص الكلام دوت، يبقى عشان اختار موقع السد لازم يحقق الشروط ديت، لازم يكون في اضيق مكان عشان اقلل التكاليف بتاعه الانشاء، لازم يكون عمق المجرى المائي بتاعي كبير عشان اخزن كميه كبيره من الميه، عرض المجرى يكون صغير ليه، عشان اللي هي المساحه السطحيه يعني، عشان اقلل الفواقد اللي بالبخر على قد ما اقدر. وبرضك حتة الشروخ بقى، الموقع الإنشاء بتاعي لازم يكون خالي من الشروخ، والتربة بتاعتي النفاثية بتاعتها قليلة عشان أقلل الفواقد الناتجة عن طريق ظاهرة اسمها السيبج أو التسرب. فالشكل اللي قدامنا دوت عبارة عن خريطة كونتورية خطوط، أدي منسوب 50 40 30، وبعد كده 30 40 50، وده كده الفلو بتاعنا ماشي في الوادي دوت. فلما تيجي تختار او تعمل سيلكشن للدام سايت، زي ما قلنا افضل مكان تختاره في النارو سيكشن، في القطاع الضيق، ما ينفعش تيجي تختاره هنا. لو اخترته هنا هتلاقي الطول بتاعه كبير، وبالتالي التكلفه بتاعتك هتزيد مع زياده الطول. فاحنا بنختاره في النارو سيكشن، هيبقى هنا ناحيه الاب ستريم وده الداون ستريم، تبدا المايه تتحجز هنا. فعندي هنا اريا، عندي مساحه كبيره للتخزين. فمن الأفضل، هنتعرف كمان إن شاء الله في خلال المحاضرات الجاية إزاي من خلال بعض الأمثلة نختار أفضل موقع للسد بيزد على المعلومات اللي إحنا خدناها النهاردة. إن شاء الله المحاضرة القادمة هنتعرف بقى على، وهنركز على نوع واحد أو أول نوع. إحنا عندنا هندرس نوعين السنة دي إن شاء الله، فهنبدأ بأول نوع اللي هو الإرث دام او الايرث فيلد دام. هنعرف يعني ايه ايرث فيلد دام، مميزاته وعيوبه، انواع الايرث فيلد دام، ان هو مش نوع واحد، هو كذا نوع، هنعرف انواعه ازاي، اعمل تريتمنت للايرث دام فاونديشن لو فيها مشاكل، ازاي اعمل لها تريتمنت قبل ما انشئ او قبل ما اعمل كونستراكت للايرث فيلد دام بتاعي. ده سد ترابي الايرث دام، فلازم يكون الابستريم اللي هي ناحيه المكان اللي انا هخزن فيه يتعمل لها بروتكشن عشان ما يحصلش سيبج. هنتعرف على الابستريم سلوب بروتكشن بتاعت الايرث دام، هنتعرف على الميثود اوف كونستراكشن، طرق انشاء الايرث فيلد دام باختصار طبعا، وهنبدا بقى نعمل ديزاين للايرث فيلد دام. فاتمنى تكون المحاضره ديت فيها معلومات تفيدكم، وان شاء الله نشوفكم المره اللي جايه عشان نبدا نعمل ديزاين بقى لاول نوع اللي هو الايرث فيلد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.